قال النائب عن الأنبار وعضو القانونية النيابية يحيى المحمدي إن عدم إقرار ملف التعويضات في موازنة العام الحالي الغائبة بالأساس تسبب بتجميد تلك الملفات وعدم تخصيص مبالغ لإنجازها. التعويضات في عام 2020 لم تسلم إلى ذويها بسبب عدم إقرارها في الموازنة، لأن أصلا ماكو موازنة، وبالتالي لم يستلم أي مواطن من محافظة الأنبار سواء كان من الشهداء أو الجرحى أو الدور أي مبالغ، لأن القانون الجديد الذي تم تعديله يعطي للموازنات الاتحادية تخصيص مبالغ إلى المحافظات المحررة ومنها محافظة الأنبار. لذلك في عام 2020 لم يستلم أي مواطن أي مبلغ من المبالغ. نأمل أن تكون في موازنة 21 أن تكون المبالغ كافية لتعويض المتضررين، وهذه التعويضات إذا ما أعطت إلى أصحابها فأكيد سوف تزداد نسبة إعادة الإعمار والواجهة الحقيقية لمدن المحافظة.